رد رد طب خد اسمع مني يمكن ولا بد رد رد طب خد وضعك نار وضعك سجد رد رد طب خد اسمع مني يمكن ولا بد رد رد طب خد وضعك نار وضعك سجد رد تعخد اسمع مني كان ولا بد تعخد خليك وسطي للصوت. حواج بيزبطين؟ اه والله. طيب يلا يوم اللغز حيكون زنخ شوي صراحه، خلينا نشوف ايش بيصير. السلام عليكم. سلام. اسالكم سؤال وجاوبت عليه حيكون في جائزه ولا ما لكمش مصلحه؟ لا تسال. طب ليش مكشر؟ والله تعبان مريض. الله يعطيك العافيه. سؤال كثير بسيط. سايق تاكسي حلو ماشي بالشارع، طلع على الرصيف وخبط عمود ودعس واحد وكان في شرطة تسير جنبه بس ما خالفه ولا حكى معاه ولا عمل له شيء، ليش؟ ليش؟ لانه مات. الله عليك. غلط. نسألكم سؤال وكذا وجواب وجائزة وحركات. كيف حالكم؟ هون ولا هون؟ هون. كيف حالك عمي؟ السؤال كثير بسيط، سايق تاكسي ماشي بالشارع، طلع على الرصيف وخبط بعمود وعمل حادث وخبط سيارة يعني، وكان في شرطي سير جنبه بس ما حكى معاه ولا كلمة، ليش؟ طلع على الرصيف. طلع على الرصيف وخبط عمود وخبط سيارة وكان في شرطي سير ما عمل له مخالفة ولا حكى معاه، ليش؟ ضرب بالعمود. طلع على الرصيف وخبط بالعمود وخبط سيارة. ابن عمه هذا. ابن عمه الشرطي. كيف حالك؟ اهلا وسهلا. يعطيك العافية. بدي اسألك سؤال جاوبت عليه حيكون في جائزة إن شاء الله. تفضل. سايق تاكسي ماشي بالشارع، طلع على الرصيف وخبط بالعمود وخبط سيارة. حلو. وكان في شرطي سير جنبه لا خالف ولا حكى معاه، ليش؟ ليش؟ أنا بسألك. أنت لازم تجاوب، أنا اللي بسأل وأنت بتجاوب. تعال نغص هالزلم. السلام عليكم. تمام الله يحفظك. كيف حالك؟ تمام. سلام. كيف حالك عمي؟ أحيا الله. نسألك سؤال جاوبت عليه حيكون في جائزة إن شاء الله. تفضل. سايق تاكسي ماشي بالشارع، ايوه، طلع على الرصيف وخبط بعمود وخبط بسيارة وكان في جنبه شرطي سير بس ما خالفه ولا حكى معه، مستحيل يعني ما يحكيش معه يعني. صعبة؟ لا مش صعبة، بس واحد عامل حادث وخبط بالعمود بدوش يحكي معه، بدي يشيله على طول على المستشفى طبعا. تمام. اذا صار معه اي شيء. تمام. طب بلكي ما كانش سايق. كيف يعني؟ كل سايق تاكسي لازم يكون سايق السيارة، بلكي ماشي هو على الرصيف. لا مستحيل إلا يكون سايق على السيارة، كيف يعني؟ ما ممكن سايق تاكسي يمشي على الرصيف، مش ضروري يكون ماشي بالسيارة. بالسيارة. فهيك الشرطي ما بيحكي معه صح؟ يعني واحد عامل حادث يحكي معه كمان؟ مستحيل. مستحيل. شو؟ ألف مبروك عمي. تبارك فيك. تعبتوا بخير، السلام عليكم. سؤال الملايين، شوف النقطة. السلام عليكم. كيف حالك؟ لا بدي سؤال 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 على السريع. خمس شغلات تتاكل لونها احمر بسرعة. 10 بطيخ. 9 لونه احمر صح. 8 بندورة. 4 7 ايش في كمان؟ 6 تفاح احمر. 5 3 فراولة. 2 شوي. يلا يلا يلا. شكرا لك. اعطيني خمس شغلات تتاكل بس لونها احمر. تفاح. 10 فراولة. 9 بندورة. 6 كمان توت. 5 خوخ. 4 الكاكا. هاي 4 وهي 5. سلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك؟ الله يعطيك العافية. الله يبارك. بدي اسألك سؤال. تفضل. بس جاوبني عليه بسرعة. خمس شغلات تتاكل لونها أحمر. لونها أحمر؟ 10 9 طب ايش شي فواكه؟ شو ما بدك. 8 أحمر نكترين. 7 دراج. هو نفسه. 6 تفاح. 5 يا سلام. 4 بطيخ. 3 2 كرز احمر. 1 يعطيك العافية. كل عام بخير. السلام عليكم.
تفضل. بالنسبة للرجل الحديدي فما كان الموضوع بقوة جونجر أبدا أبدا أبدا، عملوا المداخل منيح. السلام عليكم، كيف حالك؟ شو أخبارك؟ يعطيك العافية. سهلا، حياك الله. احنا آسفين على الدخلة بس بدنا نسألك سؤال. أهلا وسهلا. شوي شوي شباب، شوي 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 هدوا. سؤال هيك على السريع. تفضلوا. سؤال كثير سهل إن شاء الله. إيش أكثر البحار دفئا؟ إنه درجة حرارته تكون دافية. في خيارات؟ بعطيك خيارات. البحر الأحمر ولا البحر الميت؟ أكثر البحار دفئا. البحر الأحمر. البحر الأحمر ولا البحر الميت؟ البحر الأحمر. والله عمي جواب صحيح، البحر الأحمر. حياك الله. جواب صحيح. السلام عليكم. شكرا جزيلا. كل عام بخير. أهلا وسهلا. خلصنا قدامي. إخوان ما بيصير هيك.